هاد السؤال السؤال عجيب وغريب. بغيتك تجاوبني دابا وبالرجوله، واش الغربه فيها ميدار ولا غير التكرفيس والجرويق والذل؟ دابا هذا السؤال هذا خاصو فيديو وحلقه بوحده. هذا السؤال خاصو فيديو وحلقه بوحده، ولكن نحاولوا باختصار. واش العشران، السلام عليكم، لاباس عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان. اليوم التبلبيل في هذا الفيديو، هذا اليوم غادي نجاوبوا على الاسئله ديالكم اللي حطينا لكم في لاباج، قلنا لكم سولونا اشنو بغيتوا تعرفوا على هولندا. في هذا لا فيديو غادي نجاوب على الاسئله ديالكم. كوم دابيتي ديال العشران، ما تنساوش جيم كومونتير وبارطاجيو لا فيديو، وسير على الله. سؤال قال واش كاينه الخدمه في النوار وكيفاش تدبر عليها والكراش حال واصل. واش كاينه الخدمه في النوار؟ كاينه الخدمه في النوار هنا في هولندا، كاينه الخدمه في النوار. كيفاش تدبر عليها؟ خاصك تخرج تقلب. مثلا كتمشي لي ريستورون، حاول تقلب على العرب، لان العرب هما اللي كيخدموا في النوار. ما يبان لك شي سميه هكا، شي سميه ديال شي ريستورون ولا شي لعيبه بالعربيه، كازا بلانكا، طنجة، كدا. سير تماك سول، قول لي راني خدام وانا غنعطيكم واحد المود باس هنا في هولندا. الدراري غنعطيكم مود باس، وانا عارف بزاف ما يعطيكمش هذا المود باس. المود باس ديال هنا الا مشيتي قلبتي على خدمه وبغيتي تخدم وسولك هذاك مول الخدمه قال لك واش عندك الاوراق، قول لي عندي الوراق. هو ما غيكونش كرا لي الوراق ولا قول لي عندي الوراق ديال الطاليان ولا ديال اسبانيا. هو ما غيبغيش يدير معاك كونطرا ويخدمك في ليغال وكذا. قول ليه عندي الوراق ديال اسبانيا ولا ديال ايطاليا. ليسونسييل كيفاش تدبر عليك الكرا هو المشكل العويص. بلاش نرجع لك علاش قلت لك قول لي عندي الوراق. هو راه يخدمك بالوراق ولا بلا وراق؟ غير هو ملي كيسمعك ما عندكش الوراق كيعفط عليك مزيان، فهمتي؟ كيعفط عليك مزيان، يعني في عوض غادي يعطيك مثلا 8 ولا 9 اورو في الساعه، يقدر يعطيك غير 6 ولا 5، وانت بحكم انت محتاج غادي تقبل. يعني كيقول لك دي باني بالنعاله حتى يجيب الله الصبار. المهم كيفاش ندبر على الكرا؟ زعما الكرا خويا انا هو المشكل الوحيد العويص هنايا هو الكرا. الكرا صعيب شويه، ماشي مستحيل، صعيب شويه، مي كيبغي شويه التقلاب، شويه المعرفه، شويه الناس يوقفوا معاك في البداية. هذا هو السؤال الاول جاوبناكم عليه الاخوان. السؤال الثاني قال لك خويا انا حلاق، واش الا جيت تماك نقدر نخدم نوار عادي؟ وشحال ديال الحلاقه تماك؟ شوف اخي الكريم، الحلاق ما توحلش هنا، الحلاق في اي دوله في اوروبا خدام. الحلاق هي الخدمه اللي مطلوبه بزاف، فهمتيني؟ مطلوبه هنايا. الحلاقه نقدر يدير معاك حتى 100 اورو في النهار، سا ديبون على حساب انت شنو درتي مع السي. انا كنعرف واحد الدري هنايا في هولندا خدام 100 اورو في النهار، تقدر تفاهم معاه مثلا على الرباح، تقدر تفاهم معاه طابله تقسم انت وياه، ديك الطابله اللي خدام فيها تقسم معاه الرباح، تقدر الله ما دير معاه. ولكن كاين واحد الدري انا كنعرفو خدام 100 اورو في النهار، والنوار راه كاين هنا في حلقه ما توحلش. الا قلت لك حرفه هنا راه حرفه ما توحلش، حرفه ديال الماكله، ديال لي تاكوس، ديال داكشي ديال الحلوى، ديال السمان، ديال التخربيق، هذا حرفه خدامه. اي حرف لي باتيمون، هادشي التخربيق كامل، اي حرف عندك في يدك خدامه اخويا. السؤال الثالث قال لك بغينا خي عدنان، واش هولندا سهله من ناحيه تعمل الوراق والاستقرار فيها كيدير في النوار؟ شوف المشكل اللي كاين هنايا في هولندا هو الوراق شبه منعدم الوراق. انا الوراق الا ما تزوجتيش، حتى واخا كاع تزوج كيقول لك هبط البلاد، ممكن الوين هنا شويه صعيب الوراق. هنا الانسان اللي غيجي هنا ما نقولش مستحيل، مي صعيب شويه. انا اللي يجي الانسان يقلب يدبر صريفه ويهبط للدول ديال الوراق، هبط ديال البروفات ديالك في اسبانيا والمشاكل ديالك عاود رجع لنا. والنوار قلت لكم الاخوان راه كاين الخدمه فيه. هاد السؤال قال لك علاش اختاريتي هولندا وما اختاريتيش شي دوله اخرى؟ خويا انا تقريبا مشيت لبلجيكا ما عجبتنيش، كنت فرنسا ما عجبتنيش، ايطاليا ما عجبتنيش. اول ما جيت هنا لهولندا
شفت شوف تبارك الله الخضوره اللي ورايا. شوف شوف شو الخضور، شو الدوله هذه ما تعجبكمش؟ المهم جيت هنا عجبتني الخضور، عجبني الدعوه. شفت اوروبا، مشيت لفرنسا باللي الهايش ما يجبل، ما بانش لي اوروبا في فرنسا. بروكسل هبط لفرنسا، بلجيكا كذلك ومثال، طاليان كذلك ومثال. انا ملي جيت حسيت اوروبا اللي كنت كنحلم بها في دماغي في البلاد. ملي جيت هنا شفت الناس، الشعب الهولندي ما كتحسش بيه، ما حاملكش، كتحس بيه نورمال، اوبن مايند، بخير، بيس اند لوف، ما كاينش مشكل. وخا كيشوفك باينه فيك عربي كذا نورمال، كيتعامل معاك نورمال، كيضحك لك في وجهك، يقدر يقول لك السلام عليكم ديالهم كذا، هادي يضحك معاك، يهضر معاك، تهضر معاه، تسولو، اوبن مايند، حتى يحاول يعاونك. المهم هادشي كامل شو هنا في الدوله هادي اللي ما شفتوش في بروكسل. مش طاليان حتى مش فيهم ناس مزيانين، من ناحيه الخدمه وكذا شويه ما عجبنيش الحال. وفرنسا حتى هي خدمت فيها وكذا، وهادي حتى هي ما عجبنيش فيها. هاد السؤال سؤال عجيب وغريب، بغيتك تجاوبني دابا وبالرجوله، واش الغربه فيها ميدار ولا غير التكرفيس والترويق والذل؟ دابا هذا السؤال هذا خاصو فيديو حلقه بوحده، هذا السؤال خاصو فيديو حلقه بوحده، ولكن نحاولوا باختصار. بغيتك تجاوبني دابا بالرجوله، واش الغربه فيها ميدار؟ اللي قال لك اخويا العزيز الغربه ما فيهاش ميدار كذب عليك، كذب عليك. الغربه فيها ميدار، اوروبا فيها ميدار. انا نقول لك من بعد علاش. المهم كنجاوبك السؤال بسؤال ومن بعد نعلل جوابك، من بعد علل جوابك. شوف ولا غير التكرفيس والتجلويق، التكرفيس والتجلويق والبياتة في الزنقة والعذاب ولا سوفرونس والديكوتاج ولا ميزير والجوع داخل في قانون اللعبة. بحال دابا انت داخل تلعب واحد اللعبة وداخل فيها هذا القانون، هذا هو القانون. دابا نفرضوا معاك اخي الكريم، شديناك مشيت نحطيناك لأي دولة غنية اللي العاقة ديال بصح ما موجودة إلى آخره، وحطيناك فيها بدون وثائق، بدون لغة، بدون أوراق، بدون فلوس، بدون والو، حطيناك كلك يلاه عوم بحرك. هاي الدولة اللي كتحلم بها هادي راه فيها الصدر، ولكن هنا خصك تخدم هذا أوتوماتيكمون في البداية. دولة ما عارفهاش، ما فهمش القوالب ديالها، جديد، بحال هذوك اللي كنقولوا حنا في نقولوا حنا في كازا وخا هاد لو تيغ ما كنبغيش نهضر فيه وما كنبغيش هاد العاد كتسمى عنصريه، وي مي نحطوها كمثال. شي واحد يقول يلاه حطوا الكار، انت راه يلاه حطاتك الزودياكا ولا يلاه حطاك جيتي فيزا ولا شي لعيب، كتحط ما كتعرف حتى شي واحد، ما عندك حتى شي واحد في ديك البلاد. حاجه باينه غتبات في الزنقه، حاجه باينه غادي غتقضي على محدك فلوس، ما غتلقاش ما تاكل، حاجه باينه غتكرفص. ولكن انا ديما كنشوف اوروبا والمغرب، انا كنشوف اوروبا والمغرب كيفاش كنشوفها؟ كنشوف راسي في المغرب، الظلمه على اليمين، الظلمه على اليسار، الظلمه قدامي والظلمه ورايا، كنشوفش الضو ما كنشوفوش في المغرب. مي ملي جيت للمغرب، ملي جيت لاوروبا، اش كيبان ليا؟ كيبان ليا الظلمه على اليمين، الظلمه على اليسار، الظلمه ورايا، مي قدامي كاين واحد الضو، المحيطه ديال الضو. انا خصني تما غادي كنجري لهذيك النقطه ديال الضو، هذيك النقطه ديال الضو خصني نوصل ليها. شي انفو كنوصل نخرج من الظلمات الى النور، تما الامور كتيسر. ومع ذلك راه واخا كتكون حراق والى اخره، راه كتقدر تعيش مزيان. ماشي تقدر، راه شوف، راه الانسان اللي ما كيخدمش عقلو وكيمشي لشي امور مقوده وكذا، راه تكون ديسيبليني، تكون بعد من المشاكل، بعد من الحبقاقه والاعمال الشاقه، وخدام على راسك، وجيك كتمشي حويطه حويطه. شوف الا كانوا الناس كيمشيو في جنب الحيط، انت سير كتحبوها لجنب الحيط. من بعد بالمشاكل راه ما كاينش لي اديك، وشوف وكون على يقين وخدها من عندي، ربي غادي يوفقك وغادي دير الوريقات ديالك. وكاين الناس حراقه راه خدامين احسن من واحد عنده الوراق، يعني حراقه هنا راه غير انت ما عندكش الوثائق، وواحد عنده الوثائق وخدام وتلقى خدمه وتقدر تلقى السكنه وتلقى هادشي كامل. وبشويه بشويه كيقول لك نقطه نقطه كيحمل لي الوقت، وبشويه بشويه عليك راه تيسر لك الامور. راه ما يمكنش غادي نحطوك في اوروبا ونقول لك وصافي وانت في اوروبا يلا سير. العشران جاوبنا على الاسئله اللي عطيتونا، تقريبا هما الاسئله اللي كيجاوب كيسولونا عليهم الدراري بزاف. هذا هو اللي خد لا فيديو، نتمنى ان نكونوا فدناكم واستفدتوا من هذا لا فيديو، ونتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم. وهذا الاخر لا فيديو باش نختم عليكم، في الاخر لا فيديو هذا غنختم عليكم من القلب، والله يا خوتي الا من القلب. انا حسنا اوروبا ما ديالي ما ديال تشوع ديال ارض الله واسعه، خرج قلب على راسك، ما عطاتكش البلاد، خرج قلب على راسك. الله يا خوتي لا اوروبا فيها ميدان.
والله يا خوتي الا فيها اوروبا ميد اللي قال لكم عكس هاد الامور راه يكذب عليكم. كاين الناس مساكين كيباتوا في الزنقه، انا واحد من الناس بتو في الزنقه تاعيت تكرفصت تاعيت. حنا ضربنا 4 سنين ديال الطريق، 4 سنين ديال العذاب، 4 سنين ديال لا سوفرونس، وبقينا لا موتيفاسيون طبعا كان دي موتيفاو بيان سور، ولكن بقينا كنتقاتلوا حتى وصلنا لهاد الارض وشفنا فيها ميت، شفنا فيها الخير، شفت فيها صراحه هولندا، شفت فيها الخير وشفت فيها انني نقدر صوبي شويه وكذا شي كيف ارزاق. واللي غادي اللي غنختم لكم عاوتاني اللي غنختم لكم العشران نصيحه من خوك من خوك خوده ما تاخذهاش، سد ودنك وخدم على راسك. راه لا بلي بار ديال الناس اللي غتلقاهم دايرين بك، ولا لا بلي بار ديال الناس اللي غتعرف، ولا الناس اللي راه كلهم غير مفشلين، كلهم راه ما يبغيوش لك الخير، وقليل اللي غيبغيك الخير وغيعاونك راه قليل. راه لا بلي بار ما يبغيوش لك الخير وما يبغيوش يعاونوك، ما كرهوش يشوفوك اسفل السافلين. سد ودنك، خدم، تقاتل، طيح ونوض. راه ما كنقولش لك غادي لاوروبا ساهل، راه اوروبا راه صعيب باش توصل ليها، والدوله كتستاهل انك تقاتل تكرفص عليها وتضرب على تماره باش توصل ليها. دخلت لا فيديو ولا شنو، الله يسهل عليكم نتمنى لكم التوفيق. انا ما حد من الناس كنقول لكم اوروبا خير من الدوله ان شاء الله. ولا شنو.